الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، موعد نشرة الأخبار. رئيس، أهلا بكم. أهلا بكم إلى العناوين. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الأولى روسيا إفريقيا، ويؤكد أن القمة نقطة انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين، ويدعو إلى ضرورة إشراك الاتحاد الإفريقي في كل الشراكات والمبادرات. الفريق أحمد قايد صالح يسلم كأس الجزائر العسكرية 47 لكرة القدم لفريق قيادة الدرك الوطني بعد فوزه على فريق الناحية العسكرية الأولى، وتأكيد على الدعم الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للرياضة العسكرية. الوزير الأول نوردين بدوي يصدي تعليمات صارمة لاستكمال البرنامج الاستراتيجي للرقمنة، ويؤكد على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية ومكافحة الصيد المكثف والعشوائي خلال ترأسه أمس اجتماعا للحكومة. مدير عام مجمع الشروق الإعلامي علي فضيل في ذمة الله، ومسؤولون سامون في الدولة يشيدون بمساره الحافل في سبيل الرقي بالرسالة العالمية والخدمة العمومية في الجزائر. في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات وتعمل جاهدة قصد الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتفض عن نحاق مطالبا بالحياة الكريمة، أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن. باسم رئيس الدولة، وزير العدل الحافظ الأختام بالقاسم زغماتي يترأس الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، ويشرف على تنصيب رئيس محكمة التنازع. أهلا بكم إلى التفاصيل. وبداية، وفي التعاون الجزائري الروسي، تحدث اليوم رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب أشغال افتتاح القمة الأولى روسيا إفريقيا بمدينة سوتشي. الطرفان أكدا على تطابق وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، واللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدون، ووزير المالية محمد لوكال، ووزير الطاقة محمد عرقاب. Уважаемый فخامة الرئيس للجمهورية الجزائرية المحترمة، أيها الأصدقاء المحترمين، يسرني هذه الفرصة أن ألتقي معكم على هامش فعاليتنا اليوم ومع الوقت المرتب. أننا نعير أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاستراتيجي والشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الجزائرية الشعبية التي تقوم هذه الشراكة على تقاليد متجذرة وقديمة للصداقة والاحترام المتبادل. الحوار السياسي لم ينقطع ونحن على التواصل المستمر، ونقوم بتنسيق جهودنا سواء بشكل صناعي او للمحافل الدولية. فالجزائر نعتبرها احد اهم الشركاء التجاريين لروسيا الاتحادية في افريقيا وفي العالم العربي. في عام 2018 ازداد حجم التبادل التجاري باربع نقاط مئوية ووصل الى حوالي 5 مليار دولار. تشتغل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. مجددا ارحب بكم في روسيا، فاود ان اشكركم على تلبيه دعوتنا والمشاركه في اول قمه روسيه افريقيا في التاريخ في مدينه سوتشي. شكرا فخامة الرئيس. ودي ان اشكركم اولا على الدعوه
وأهنيكم على المبادرة، مبادرة الدعوة لهذا اللقاء، ونهنيكم أيضا على حسن التنظيم لالتئام الجمع الإفريقي بالمسؤولين الروسيين، فنعتبره مناسبة جد ثمينة، وقد بيّنت التدخلات مدى الاهتمام الذي تليه القارة الإفريقية وقادتها لمستقبل العلاقات ما بين بلدينا. فيما يخص علاقاتنا الثنائية، أنا بدوري أشيد بمستوى التي هي عليه هذه العلاقات، وأنها تشمل كافة المجالات، لكننا نتمنى أن تتطور أكثر. اللجنة المشتركة الروسية الجزائرية سوف تعمل على تحديد المحاور التي بالإمكان تطوير العلاقات بيناتها. هذا وانطلقت اليوم بمشاركة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح بمدينة سوتشي الروسية أشغال القمة الأولى روسيا إفريقيا. افتتاح الأشغال ترأسه منصفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتولى بلده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وخلال مداخلته أكد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أن هذه القمة تعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين، داعيا إلى ضرورة إشراك الاتحاد الإفريقي في كل الشراكات الأجنبية. موفدنا إلى سوتشي موسى مصطفى بباسا. سياسة الانفتاح على الشراكات الأجنبية التي اعتمدتها القارة الإفريقية تتوج اليوم بفضاء جديد للتقارب والتعاون. قمة روسيا إفريقيا الأولى تضاف إلى سلسلة منتديات التشاور الثنائية أو متعددة الأطراف التي تجمع دول القارة السمراء مع مختلف الشركاء. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الطبعة الأولى لقمة روسيا إفريقيا أن هذا الاجتماع يعد انطلاقة حقيقية لمرحلة نوعية في العلاقات الإفريقية الروسية، وبرؤية استشرافية تعكس بعد نظر الجزائر حول كل القضايا المتعلقة بإفريقيا. دعا السيد الرئيس إلى ضرورة إشراك الاتحاد الإفريقي كإطار تنظيمي جامع لكل جهود الدول الإفريقية في تعزيز التشاور السياسي وتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا ومع كل الشركاء الدوليين. إن بلدي الذي تجمعه بروسيا علاقات خاصة مبنية على أساس تقوية المصالح وتعزيز المصالح المتبادلة يرى أن تعزيز علاقاتنا الشاملة مرهون كذلك بمشاركة قوية للاتحاد الإفريقي في هذه العملية، خاصة وأن منظمتنا القارية قد برهنت عبر ما يقارب جيل من الزمن عن دورها الريادي الذي لا غنى عنه في المساهمة مع الدول الأعضاء في تعزيز القارة الإفريقية والدفع بعلاقاتها قدما إلى الأمام مع شركائنا الأجانب. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح ومن موقع المرافع عن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والمجتمع الدولي أكد ضرورة إعطاء فاعلية أكبر لنشاط البلدان الإفريقية في عملية صنع القرار على المستوى الدولي، مركزا على مجلس الأمن الدولي حيث دعا إلى إصلاحه مع ضمان مشاركة أوسع للدول الإفريقية فيه. في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الدولية أزمة ثقة حقيقية كبيرة نتيجة بعض التحركات الأحادية الطرف، فإنه يتحتم علينا أن نعمل بتصميم كبير قصد الحفاظ على دعم القواعد الأساسية. إفريقيا تصمو من خلال مختلف شركاتها الاقتصادية إلى الاندماج التدريجي في المبادلات التجارية العالمية، شركات اقتصادية من شأنها استقطاب الموارد المالية والوسائل التكنولوجية الكفيلة بضمان نمو اقتصادي مستدام. وفي هذا الصدد دعا السيد الرئيس إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لتحفيز التعاون خاصة في قطاعات التكنولوجيات الحديثة. في هذا الإطار فإن مساهمة روسيا تبقى مرحب بها،
خاصة في ميدان التكوين التكنولوجي. يودي في النهاية أن أثني على المقترحات وأدعم المقترحات التي جاء بها فخامة الرئيس بوتين وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكر أخي فخامة الرئيس عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على كلمته، وأتفق معكم فخامة الرئيس على أن هذه القمة ستكون نقطة انطلاق حقيقية للتعاون الإفريقي الروسي، وكذا على ملاحظاتكم الإيجابية بشأن المستقبل الواعد لها. القمة الأولى روسيا إفريقيا ستفضي إلى رؤى مشتركة بناءة وتوجهات جديدة واعدة ترسم معالم طريق العلاقات الروسية الإفريقية. مساهم مصطفى باباسا مفادنا إلى سوتشي. هذا وقبيل انطلاق أشغال القمة أخذت صورة تذكارية مخلدة للحدث لرؤساء الوفود الإفريقية رفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بسوتشي حيث استقبل رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح استقبل رئيس المالي إبراهيم بوبكر كارتا. اللقاء تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، كما سمح بتقييم أجندة القمة الأولى روسيا إفريقيا، بالإضافة إلى تقييم مدى تطبيق ميثاق الجزائر حول السلم والمصالحة في مالي، وهو اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري مقدوم. هذا وقد وصل مساء اليوم رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح إلى باكو عاصمة أذربيجان للمشاركة غدا في أشغال القمة 18 لدول عدم الانحياز، والتي ستعقد تحت شعار الحفاظ على مبادئ باندونغ للوصول إلى حلول توافقية وملائمة لرفع التحديات العالمية الكبرى. هذا وستتناول قمة دول عدم الانحياز بالدراسة جملة من القضايا الدولية الراهنة تفصل فيها مفادات التلفزيون إلى باكو وسيلة بوشارب. الحفاظ على مبادئ باندونغ للوصول إلى حلول توافقية وملائمة لرفع التحديات العالمية الكبرى هو شعار القمة 18 لدول عدم الانحياز التي ستحتضنها باكو في 25 و26 أكتوبر الجاري. 800 مشارك و150 وسيلة إعلامية ستغطي أشغال القمة. على جدول الأعمال قضايا ساخنة على غرار الأمن والسلم، مكافحة الإرهاب، نزع السلاح والهجرة غير الشرعية، وكذا التنمية جنوب أذربيجان التي انضمت إلى حركة عدم الانحياز منذ 10 سنوات تتميز بالإضافة لموقعها الاستراتيجي بمواقفها المعتدلة في كثير من القضايا الراهنة. الجزائر التي تشارك في القمة بحضور رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح لعبت دورا رياديا منذ تأسيس الحركة تتمسك بمبادئها تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. من بين المبادئ العشر التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز هناك مبدأ تؤمن به الجزائر إيمانا قويا، وهو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. المشاركة الجزائرية في هذه القمة يعول عليها كثيرا لتفعيل هذا المبدأ وإثارة العديد من القضايا الراهنة. وسيلة بوشارب، باكو، أذربيجان. في إطار اختتام رزنامة النشاطات الرياضية السنوية للجيش الوطني الشعبي 2018-2019 أشرف السيد الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشرف على مراسيم المقابلة النهائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم في طلعتها 47 اليوم بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنونة، حيث سلم سيد الفريق الكأس لأعضاء الفريق الفائز بهذه المقابلة والتي انتهت بضربات الترجيح لصالح فريق قيادة الدرك الوطني أمام فريق الناحية العسكرية
الأولى. وقد أشرف الفريق أحمد جايد صالح على تسمية المركز الرياضي بابن عكنون باسم الشهيد البطل مسعود أبو جريو. السيد الفريق أكد بالمناسبة حرص القيادة العليا على توفير كل الوسائل اللازمة لتطوير الرياضة العسكرية. يقول هشام سعدودي. قبل انطلاق هذه المقابلة التي جمعت بين فريق الناحية العسكرية الأولى وفريق الدرك الوطني، قام السيد الفريق بالإشراف على مراسيم تسمية المركز المذكور باسم الشهيد البطل مسعود بوجريو، وذلك بحضور أعضاء من عائلة الشهيد الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة. صح أب صح بتاع الجيش وأب بتاع ليلى وكان بطل صح. السيد الفريق تابع بعد ذلك عرضا شاملا حول هذا المركز قدمه قائده، تضمن حوصلة شاملة حول نشاطات المركز وعرض حال حول المنشآت الرياضية الجديدة التي انتهت الأشغال بها وتلك المتواجدة في طور الإنجاز. هذه المنشآت التي أولت لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل الرعاية اللازمة من أجل تجهيزها بكافة التجهيزات الرياضية الحديثة وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، من أجل توفير الظروف اللائقة لتحضير الرياضيين العسكريين في أحسن الظروف والمساهمة في تحقيق نتائج ممتازة على الصعيدين الوطني والدولي تليق بسمعة الرياضة العسكرية في الجيش الوطني الشعبي. كما اغتنم السيد الفريق قرب حلول الذكرى 65 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 الخالدة لتذكير الحضور بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ الثورة المباركة في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وضرورة التأسي بصناع هذه الثورة المعجزة التي أثبتت وستبقى تثبت يقينا بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على المستعمر الغاشم ستعرف دوما كيف تواصل مشوار نصرها ودرب انتصارها. كما أشار إلى حرص القيادة العليا على توفير كافة الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة من أجل تطوير الرياضة العسكرية، مما ساهم ويساهم في تحقيق نتائج باهرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي. انتقل إلى جوار ربها المدير العام لمجمع الشروق الإعلامي علي فضيل بعد وحكة صحية مفاجئة، وهذا عن عمر نهز 63 عاما بعد سنوات من العطاء في مختلف الفئات والأنواع الإعلامية، اعتبارا من صحفي بمجلة الوحدة إلى مدير لجريدة الشروق، وصولا إلى السمعي البصري والصحافة الإلكترونية. علي فضيل دأب على تقديم خدمة إعلامية متوازنة لضمان خدمة عمومية نوعية. وإثر هذا المصاب الجلل أبرق رئيس مجلس الأمة بالنيابة صلاح جوجيل معزيا عائلة الفقيد المرحوم علي فضيل، جاء فيها: إنه لا يجزع النفس ويؤلم المشاعر أن يغيب الأجل أحد أولئك الصحفيين الذين اطلعوا منذ سنوات ببلادنا بمهامهم النبيلة بالتزام وإخلاص ومهنية، فلقد كان الفقيد من تلك النخبة الإعلامية الرائدة، وصل عطاءه على مدار سنوات طويلة في عدة وسائل إعلامية، وكان له في كل موقع التقدير المستحق، وإنا لا نذكره اليوم بتلك المزايا والمآثر التي ستظل شاهدة على مساره المهني وسيرته الإنسانية.
كما تقدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة إلى أسرة الفقيد وأسرة الإعلام بصورة عامة بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى جل وعلا أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والثبات ويؤنس القلوب في هذه اللحظات المؤلمة بالإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره. من جهته تلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة علي فضيل الرئيس المدير العام لمجمع الشروق، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم جميع أهله وكل عمال مجمع الشروق جميل الصبر والسلوان، كما يتقدم لهم بخالص التعازي. ومن جهته وإثر تلقيه نبأ وفاة الإعلامي الرئيس المدير العام لمجمع الشروق المرحوم علي فضيل، أبرق الوزير الأول نور الدين بدوي برسالة تعزية إلى أسرة الفقيد وكافة أسرة مجمع الشروق والأسرة الإعلامية، جاء فيها على الخصوص ببالغ الحزن والأسى والتأثر: تلقينا نبأ وفاة الأخ والإعلامي المرحوم علي فضيل الرئيس المدير العام لمجمع الشروق الذي أرادت مشيئة المولى وقدره أن يودع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه، ولا يسعنا في هذا الظرف الأليم إلا أن نعبر عن بالغ تأثرنا بهذه الفاجعة التي ألمت بالعائلة الإعلامية التي فقدت واحدا من أبرز إعلاميها الذين استطاعوا أن يفتكوا بفضل عملهم وجدهم مكانة ليست بالهينة في مجال السمعي البصري الخاص. الوزير الأول نور الدين بدوي أثنى على الخصال الحميدة التي يتميز بها الفقيد والأخلاق العالية التي طالما رفقته وهو يسعى إلى الرفع من مكانة الإعلام في الجزائر، ملتزما بذلك ما أمكن بأخلاقية مهنة المتاعب. الوزير الأول نور الدين بدوي أضاف في رسالة تعزيته أن مصيبة الموت هي واحدة من أشد أنواع الابتلاء، وما يسعنا، يضيف الوزير الأول، في هذا الظرف الأليم إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره فيما أصاب سائلا المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بوسع رحمته ورضوانه ويلهم عائلة المرحوم الصغيرة والكبيرة جميل الصبر والسلوان، يختم الوزير الأول نور الدين بدوي. بدوره أعرب وزير الاتصال حسن رابحي عن بالغ ألمه بفقد الأسرة الإعلامية واحدا من أبرز صناع المشهد الصحفي في البلاد عبر مختلف الفئات والأنواع الصحفية المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مذكرا بجهود الراحل في الرقي بالرسالة الإعلامية والذودي عن المصلحة العليا للبلاد. كما عز المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون سليم رباحي باسمه وباسم كافة عمال المؤسسة عز عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية، معبرا عن حزنه لفقد زميل من مصاف الأخ في المهنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. رفقاء الفقيد إذن من إعلاميين شادوا بمساره الإعلامي الحافل. نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الأستاذ علي فضيل وكل الإعلاميين في رحيل هذه القامة الإعلامية. الأستاذ علي فضيل رحمه الله واحد من كبار الإعلاميين الجزائريين، اشتغل في الصحافة العمومية سنوات طوال، ثم كان واحدا من الذين واكبوا حرية التعبير وإطلاق وسائل الإعلام الخاصة تقريب 30 سنة، واحد من رواد الصحافة الخاصة، أعطى الكثير لهذه الصحافة، أعطى من حياته وعمره، كون المئات من الصحفيين، أنا واحد من هؤلاء. كان من السباقين لتأسيس الجرائد الخاصة في سنة 1991، ثم كان السباق لتأسيس أول قناة تلفزيونية خاصة في الجزائر 2012. انطفأت شمعة، ولكن هذا النور سيبقى ينير درب الإعلام في الجزائر. رحمة الله عليه أسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنسان خلوق، إنسان كريم، إنسان متواضع مع كل الناس. كل من يدخل إلى مكتب علي فضيل ولا
كل من تدخل عنده الا ويخرجوا فرحانين، يعني ما كاش واحد يخرج غضبان عند السيد علي فضيل. انسان كريم جدا، انسان خلوق من طراز عالي جدا. كان مثابة الاب، كان نعم المدير، وكان نعم الاخ، ونعم الزميل، كان زميل، كان استقبلنا بالاحضان، فتح لنا الابواب، كان يتعامل معنا، يعني كان يسمع للصحفيين، كان يوقف مع الصحفيين، ما خلاناش. وحنا شو نقول لك، نطلبوا للرحمه. كان نعم الاب، كان نعم العم، هو عمي يعني، وكان نعم المسؤول نفس الشيء، كان يعملنا انا من العائله تاعو، لكن يعمل الموظفين بسواسيه نفس الشيء. كان انسان تاع خير وانسان طيب، وحنا ندعو له بالرحمه وبالمغفره ان شاء الله. انا بالنسبه لي كان هو قبل ما يكون عمي هو قدوه لي. اليوم الاسره الاعلاميه في حالة حزن شديد وحداد عميق لفقدان قامة من قامات الإعلام الوطني. الفقيد علي فضيل يعني ترك بصمات عميقة في تاريخ الإعلام، وأسهم إسهام كبير في الأسرة الإعلامية، وفقدانه يترك فراغ رهيب لكل الصحافة الوطنية. أكن للرجل كل التقدير والاحترام، وأصفه دائما وأبدا بالجبل الراسخ والقائم في الأرض وفي السماء، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه، ولعله من هناك سيرى أن الجزائر تذهب قدما باتجاه ديمقراطيتها الجزائرية في صميمها وفي جوهرها أيضا. رحمة الله عليك سعلي. نطلب له رحمة مغفرة إن شاء الله، إنه صبر لوليدته العائلة تاعو كاع والعمال تاع المجتمع الشرق. إنسان كل حال تعاملت معها هذه المدة السنين. رحم الله فقيد الساحة الإعلامية في الجزائر زميل المهنة علي فضيل. ثمن الوزير الأول نور الدين بدوي، ثمن أقول لدى ترأسه أمس اجتماعا للحكومة التكريس الدستوري للهيئة الاستشارية المستقلة المكلفة بمرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كآلية لتطوير جسور التعاون بين الإبداع التكنولوجي والعالم الاقتصادي. الوزير الأول أزداد تعليمة صارمة لاستكمال البرنامج الاستراتيجي للرقمنة، حيث كلف الحكومة بالعمل على رفع العراقيل التنظيمية لضمان توفير خدمة الإنترنت بكافة المؤسسات التربوية. المزيد مع سنة بالقصبات. استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروعين تمهيديين لقانونين يتعلقان على التوالي بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي وتشكيلته وتنظيمه ومهامه، وكذا تعديل القانون رقم 21/15 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويأتي هذان القانونان تطبيقا للأحكام الجديدة للدستور الرامية إلى تأسيس هيئة استشارية مستقلة تتكفل بمهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال تشجيع الإبداع التكنولوجي والعلمي والرقي بمستوى الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتقييم مدى نجاعة المنظومة البحثية الوطنية مع العمل على تثمين نتائج البحث ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. يوضع هذا المجلس لدى الوزير الأول ويتشكل من صفوة الباحثين والشخصيات العلمية والقدرات التقنية ذات الخبرة المؤكدة في مجال البحث العلمي، بما في ذلك النخبة الوطنية المقيمة خارج الوطن، على أن يتم إشراك ضمن هذا المجلس مسيري المؤسسات الاقتصادية وإطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي. وفي تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الهيئة العليا والتكريس الدستوري لها، مع توسيع تشكيلتها لتشمل كافة الفاعلين في مجال البحث العلمي والإبداع التكنولوجي في الداخل والخارج، وهي التركيبة التي من شأنها توطيد جسور التبادل والتعاون بين عالمي البحث العلمي والإبداع التكنولوجي من جهة، والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، مشددا في الأخير على ضرورة توسيعها أكثر لضمان تمثيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قوة اقتراح وأداة فعالة لتحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة البريد يتعلق بالربط البيني للمؤسسات التربوية بشبكة الإنترنت، يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي كان الوزير الأول قد أسداها خلال اجتماع الحكومة السابق فيما يتعلق بالمعالجة الفورية لمسألة عدم توفر خدمة الإنترنت على مستوى بعض المؤسسات التربوية. علاوة على تأكيد التنفيذ الصارم لتعليمة الوزير الأول من خلال إعادة إطلاق خدمة الإنترنت على مستوى كل المؤسسات التربوية المعنية، وتضمن العرض معطيات حول مدى تقدم عملية ربط كل مؤسسات القطاع بشبكة الألياف البصرية والتي بلغت أشواطا معتبرة وصلت نسبتها 100% في بعض الولايات كتندوف و97% بولاية إليزي و95% بولاية قسنطينة، مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعرقل استكمال ربط بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني. استهل الوزير الأول تعقيبه على هذا العرض بتثمين الجهد المبذول في مجال توسيع شبكة الألياف البصرية عبر التراب الوطني، والتي جعلت من بلادنا تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، لا سيما وأن تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة مرهونا باستكمال هذا البرنامج الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني واقتصاد المعرفة خصيصا، وعلى المواطنين في ميدان الولوج للمعلومة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية. وقصد استكمال هذا البرنامج الاستراتيجي الهام، أسدى الوزير الأول التعليمات الآتية: تكليف وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالمبادرة بالإجراءات الكفيلة برفع العراقيل التنظيمية قصد ضمان توفير خدمة الإنترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية. تكليف وزير الداخلية بوضع آليات على مستوى الولايات قصد رفع كل العراقيل للتسريع في إنجاز برنامج الربط بشبكة الألياف البصرية، وذلك بمشاركة الهيئات المعنية لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. وفي السياق نفسه شدد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال الأمثل والرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها الدولة في مجال الاتصالات، لا سيما القمر الصناعي الكومسات واحد. الوزير الأول نوردين بدوي، وبعد الاستماع إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي محدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية، أكد على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية ومكافحة الصيد المكثف والعشوائي. كما شدد نوردين بدوي على ضرورة التسريع في تشكيل هيئة عالية المستوى لمتابعة عمليات التشجير. المتابعة لنورد أحماني. حماية للموارد البيولوجية البحرية، ناقش اجتماع مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 8604 المحدد للأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية البحرية. يندرج هذا النص في إطار تحيين الإطار التنظيمي لحماية الموارد البيولوجية البحرية من خلال تحديد فترات الصيد الخاصة بها والأحجام والأوزان المسموح بها، مع إدراج نوع بحري جديد يتمثل في خيار البحر نظرا لبروز سوق واعدة لهذا المنتوج، لا سيما في البلدان الأسيوية وما تزخر به بلادنا من هذه الثروة السمكية. وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الثروة البحرية وتثمينها مع مراعاة متطلبات الحفاظ عليها والتقيد بالمعايير الدولية من خلال محاربة الصيد المكثف والعشوائي لها، واستغلال كل الفرص المتاحة لتطوير قطاع الصيد البحري خدمة للاقتصاد الوطني في إطار تنويع الصادرات والرفع من مستوى مداخل بلادنا من العملة الصعبة. وخلال الاجتماع الوزاري المشترك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة يتعلق بالبرنامج الوطني للتشجير وعملية تأهيل وتوسيع السد الأخضر،
ويهدف هذا البرنامج إلى غرس أكثر من 43 مليون شجرة كمرحلة أولية، والذي يدخل في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى الحفاظ على البيئة وتوفير إطار معيشي ملائم للمواطن، خاصة وأن بلادنا تتوفر على كل المؤهلات اللازمة. كما يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل الثروة الغابية المتضررة من الحرائق، إضافة إلى تحسين المناطق الحضارية وشبه الحضارية وزيادة المساحات الخضراء، وكذا إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه. في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول بأن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة، وأن الحكومة عازمة على تجنيد كل الموارد قصد إنجاحه، وعيا منها بضرورة التصالح مع المحيط والبيئة وإعادة غرس قيم وثقافة الحفاظ على الشجرة والثروة الغابية بمشاركة الجميع وفي إطار حركية مجتمعية واسعة النطاق. وبالعودة للسد الأخضر، أشار الوزير الأول أنه يعد تجربة رائدة على المستوى الدولي، كانت بلادنا سباقة في خوضها باعتراف الخبراء الدوليين، وهو يعد كذلك مكسبا تاريخيا وإرثا وطنيا أنجزته سواعد شابة من أفراد الجيش الوطني الشعبي، كلفت إقامته عددا من الأرواح الطاهرة لأبنائنا من هذه المؤسسة، وهو ما يزيد من ثقل مسؤولية الحفاظ عليه وإعادة تأهيله وتوسيعه. هذا الإطار، قرر الوزير الأول تكليف وزير الفلاحة بمشاركة القطاعات المعنية بإطلاق حملة إعلامية واتصالية واسعة، لا سيما من خلال استغلال شبكات التواصل الاجتماعي مع إشراك حاملي الأفكار وأصحاب المواقع الإلكترونية بتحفيزهم للإسهام في إنجاح هذا المشروع، وكذا العمل على اتخاذ كل التدابير قصد ضمان استمرارية هذا البرنامج وديمومته، من خلال تنفيذ هذا البرنامج على شكل عمليات تشجير سنوية دائمة وقارة، مع ضمان صيانتها بصفة مستمرة، والتسريع في وضع آلية خاصة في شكل هيئة على مستوى عالي وبصلاحيات موسعة تتولى متابعة تجسيد عمليات التشجير وإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه، وتكون لها امتداد على مستوى الولايات المعنية، وكذا ضمان المرافقة العلمية لتجسيد هذا البرنامج من قبل الباحثين والمختصين. وأيضا تكليف وزير التعليم العالي بالعمل على إطلاق مبادرة لضمان مساهمة أسرة التعليم العالي وعلى رأسهم الطلبة الذين يفوق عددهم 1,700,000 طالب في إطار هذا البرنامج، عن طريق العمل التطوعي باعتبارهم قاطرة لإنجاحه. وتكليف وزير التربية بالعمل على تكريس ثقافة حماية البيئة والشجرة لدى أبنائنا منذ المراحل الأولى، مع العمل على خلق مساحات خضراء على مستوى المؤسسات التربوية، وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين، وإعادة تأهيل وفتح كل الحدائق العمومية المغلقة واستغلال المساحات الخضراء المهملة ووضعها تحت تصرف المواطن، مع إشراكه في تسييرها والعناية بها، لا سيما من خلال لجان الأحياء في إطار تجسيد مبدأ تفويض المرفق العام، وإعادة النظر في دفاتر الشروط من خلال إدراج إلزامية التشجير وإقامة المساحات الخضراء في مختلف مشاريع إنجاز الهياكل والمنشآت بما في ذلك الأحياء السكنية، وقصد ضمان متابعة فعالة ودائمة لتجسيد هذا البرنامج على أعلى مستوى. كلف الوزير الأول وزير الفلاحة بإعداد تقييم مرحلي لمدى تقدم تنفيذه وعرضه دوريا في اجتماعات الحكومة القادمة.
ترأس اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زوماتي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدورة العادية للمجلس، وهذا عملا بإحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساس للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء. وزير العدل أكد أن الحركة في سلك القضاء مست 2998 قاضيا، حيث بنيت مقترحاتها على معايير موضوعية شملت الجميع واستمدت من عملية تدقيق وفحص دقيقين لواقع تسيير الموارد البشرية. عن كثب دلب وطبع. حركة غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها في سلك القضاء شملت 2998 قاضيا، حركة تم على إثرها تعيين 432 قاضيا وترسيم 343 وترقية 1698 قاض إلى جانب المصادقة على طلبات الإحالة على الاستدعاء لعشرين قاضيا وإلحاق 13 قاضيا وإنهاء إلحاق 5 قضاة. تغيير جاء كما أكد وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي لاسترجاع مصداقية العدالة، فكان بحجم الاختلالات والانتقادات التي عصفت بسلك القضاء لمدة طويلة. وقد بنيت هذه الحركة المقترحة عليكم على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في قطاعنا لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشيلة بعضها يثير الإشمئزاز وحتى التذمر، وهي تتعلق بوضعيات لا يطاق استمرارها لكونها تشكل طعنة خنجر في جسد المنظومة القضائية لما تنطوي عليه من خرق لواجبات الحياد وعدم التحيز والتحفظ والابتعاد عن الشبهات، في حين أن هذه الواجبات كلها من دعائم استقلالية القضاء. إن مشروع هذه الحركة التي مست 2998 قاضياً أنجز مع الاحترام التام لأحكام القانون العضوي وبالأخص مادته 19، إذ رعيت فيه طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية وحالتهم العائلية والأسباب الصحية ولو تعلقت بالعائلة، كما رعيت فيه الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة، إذ لا ننسى أن بلادنا أوسع من قارة رغم ما أراد لها البعض من أن يجعل منها ما هو أضيق من عين إبرة. حركة تأتي في ظرف لا يمكن فيه محاربة الفساد وإصلاح دواليب الدولة الجمهورية إلا بقضاء قوي مستقل وقضاة نزهة ذوي كفاءة، يؤكد وزير العدل. نحن القضاة وبالأخص نحن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بقضاته وغير قضاته قد وضعنا الشعب اليوم في مفترق الطرق، ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي بلادنا الجزائر، ولا مسلك لنا إلا المسلك الذي به نلبي نداء الاستغاثة النابع من وجدان شعبنا الذي نحن كلنا جزء منه، نتألم لأوجاعه ونسعد لازدهاره. حركة وضعت أيضا حدا لظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية التي تصل أحيانا ربع قرن من الزمن بتسوية 2456 وضعية. وبالمحكمة العليا دائما أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي على تنصيب عبد الحميد حسن رئيسا لمحكمة التنازع.
وزير العدل أكد أهمية محكمة التنازع في هرم النظام القضائي والتي تختص بالفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري عندما تكون القرارات الصادرة عنها في الموضوع نفسه غير قابلة للطعن. زهماتي أكد بأن صمود ذوي الضمائر الحية في هذا الوطن وثباتهم في مسعاهم الشريف سيعمل لا محالة على الإطاحة بخطط من ينشطون في الخفاء قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات وتعمل جاهدة قصد الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتفض عن حق مطالبا بالحياة الكريمة، أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن، يتحركون في الظلام تحت راية شعارات براقة في مضمونها في مظهرها لكنها خبيثة في جوهرها، واندسوا تحت أغطية واهية مستغلين براءة الذين تشتعل إرادتهم لخدمة الوطن، مستغلين حسن وياهم شر استغلال. غير أن صمود ذوي الضمائر الحية في هذا الوطن وثباتهم على مسعاهم الشريف سيعمل لا محالة على الإطاحة بخططهم وسيشهد التاريخ لهم على ذلك، كما سيشهد ضد الذين بهم مرض أعداء الجزائر ويحكم عليهم بأن من عاد وطنه قد خان شعبه. ونقول لمنعدم الضمير هؤلاء إن المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يريده أعداء الشعب والوطن. تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المترشحين لرئاسة الجمهورية أنه عملا بأحكام المادة 140 من القانون العضوي 10/16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون يوم 26 أكتوبر 2019 على الساعة منتصف الليل. وطبقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي ذاته تودع استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في الوقت نفسه الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ومن ثم فإن طلب تأجيل إيداع استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية إلى ما بعد هذا التاريخ مخالف لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات غير قابل لأي تمديد، يردف بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي بيان آخر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر واستجابة لطلب المترشحين الذين لاقوا صعوبات في التكفل بنقل استمارات الترشيح من ولايات جنوب الوطن، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن أنها قررت بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية التكفل بنقل هذه الاستمارات إلى العاصمة. نبقى مع ملف الانتخابات، حيث أودع اليوم مرشح حركة البناء الوطني لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل عبد القادر بن جرينا أودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم بنادي الصنوبر. بن جرينا أكد أن الشعب الجزائري في حاجة لإعادة الثقة والأمل وأن الاستحقاقات الرئاسية القادمة ستكون خطوة جديدة في تجسيد تطلعات الشعب واستكمال مسيرة التغيير التي أسس لها الحرك الشعبي عبر مسيرته المليونية في كل ولاية الوطن. أيها الشعب الجزائري العزيز، سأنطلق في الأيام المقبلة لتقديم برنامج الانتخاب الذي سهر الخبراء والأساتذة والكفاءات والشباب من مختلف المجالات وأصحاب التجربة من إطارات ممارسة في أجهزة الدولة بمختلف القطاعات. هو برنامج ينقل الجزائر إلى عهد جديد
شعارنا في ذلك معا نبني الجزائر الجديدة، نتجند جميعا مواطنين ومترشحين وإعلام ومؤسسات دولة لإضفاء المصداقية على المسار الانتخابي الذي يظل الخيار الوحيد المتاح والآمن في المرحلة الراهنة. ومع انطلاق مرحلة إيداع ملفات الترشح لرئاسية 12 ديسمبر، تم تسخير إمكانيات بشرية وتقنية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل استقبال ملفات الترشح. المزيد مع نعيمة منحور. الأمور التقنية والتنظيمية ضبطت لاستقبال الاستمارات الخاصة بالترشح لرئاسية 12 ديسمبر، حيث تم ضبط كل مراحل العملية بدءا بالاستقبال إلى تسليم الاستمارات وتسلم الملف. الملف يتكون من 18 وثيقة، هناك يعني أشخاص أو أعضاء متخصصين في القانون حدوث الوثائق وثيقة وثيقة ومدى مطابقة هذا القانون، وهناك الجانب التقني هو بالنسبة لعد الاستمارات التي اشترطها القانون. كما تم تنصيب 10 لجان تقوم بدراسة ملفات المترشحين. كانت 10 لجان طبعا تتكون من أعضاء من السلطة، وتكون طبعا أعضاء هم قانونيين بالدرجة الأولى، بالإضافة طبعا إلى قضاة ومستشارين إلى آخره، هذا كان الدور تحمية دراسة الملفات. أما الجانب التقني العد، هناك يعني آلات متخصصة هي متطورة جدا لعد الاستمارات وطبعا وترقيمها من واحد إلى غاية آخر استمارة، بالإضافة كذلك إلى أجهزة لكشف توقيعات المتكررة. هذا وحسب المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات، فإن السلطة ستفصل في صحة الملفات في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح. أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسن التجاني هدام بالمعهد الوطني للعمل أشرف على إشغال يوم إعلامي حول التكوين النقابي باعتباره وسيلة لمراقبة وتنمية العمل، حيث أكد التجاني هدام على ضرورة تشجيع التكوين النقابي ومرافقة الشركاء الاجتماعيين. المزيد من التفاصيل مع حمزة أحمد بالقسم. 5 اتفاقيات شراكة وقعت بين المعهد الوطني للعمل و5 نقابات حرة، حيث أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية مرافقة وتعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين عبر التكوين. إن من بين أهم الأهداف التي نرمي إلى تحقيقها من خلال تعزيز التكوين النقابي هو تدعيم الاستقرار داخل المؤسسة، وذلك من خلال التفاوض الذي يوازن ما بين حقوق العمال وضرورة الحفاظ على استمرار وديمومة المؤسسة. وعليه فإنني أؤكد بأن التكوين يرقى بالعمل النقابي إلى أسمى معاني الممارسة الديمقراطية والمسؤولية المجتمعية التي تخدم العامل والمؤسسة والمجتمع على حد سواء، وهي من أبرز الشروط الضرورية لإرساء مناخ أعمال جذاب ومحفز للاستثمار وخلق الثورة والثروة ومناصب الشغل. وزير القطاع دعا العمال وممثلي النقابات العمومية وإطارات الدولة إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المستمر من أجل المساهمة في بناء دولة قوية أساسها العدالة الاجتماعية. وتدركون جيدا أن الوضع الحالي يختلف عن سابقيه، ونحن الآن في مرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر الجديدة. بفضل الله وبفضل الشرفاء القائمين على شؤون الجزائر وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بقيادة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، ستخرج منتصرة كما خرجت من قبل، لن تهزها الرياح ولا الأزمات. لذا فإننا جميعا مدعوون ليوم تاريخي مفصلي تكون فيها الاستحقاقات الرئاسية المقبلة الانطلاقة لبناء دولة جديدة على أسس متينة
قوامها العدالة الاجتماعية، قوامها العدالة الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن الوحيد الموحد. وزير العمل أكد حرصه على الدفاع عن حقوق العمال والتطبيق الصارم للتشريعات وقوانين العمل، معتبرا أن العمل النقابي مهمة نبيلة. أشرفت اليوم وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت على انطلاق المرحلة ما قبل الأخيرة من برنامج مقاولة ريادة وتنافسية، وذلك لصالح 400 شاب يطمحون في دخول مجال الصناعة، وهم يمثلون 23 ولاية ويحملون 700 مشروع مقاولة. جميلة موفق. عالم الصناعة في حركة دائمة، كل الوسائل التقليدية باتت بالية أمام تطور الرقمنة. هذه الأخيرة اكتسحت العالم كبديل ضروري للدفع بعجلة الصناعة. إن الشركة الناشئة كشركة مبتكرة شابة ذات إمكانيات قوية للتنمية تتوافق بشكل جيد مع التحديات الاقتصادية من أجل خلق ثروة، ونظرا لأهميتها فإن السلطات العمومية أعطت اهتماما خاصا من خلال إعداد نظام بيئي مناسب لهم. على الشباب اليوم رفع التحدي بأخذ زمام الأمور والولوج إلى عالم الصناعة من بابه الواسع، ولهذا السبب دأبت الحكومة على دعم الشباب المقاول من خلال تمويل كل مشروع مبتكر مع تسهيل القروض قصد إنشاء مؤسسات جديدة. ما عدا التجارة كل القطاعات معنية بالضمان تاعنا، يعني سواء كانت صناعة ولا فلاحة ولا سياحة ولا الإلكترونيك ولا الإنوفاسيون، يعني الابتكار كلها نقدر أننا نرافقوها. بات اليوم من السهل أن تصبح مقاولا صناعيا، الأمر يعتمد على اثنين: أولا الفكرة، ثانيا التمويل، والأهم من هذا وذاك الإرادة، لأن الشاب يصنع بذكائه مستقبله ومستقبل بلاده. أبرز وزير المجاهدين الطيب زيتوني خلال إشرافه على افتتاح ندوة تاريخية رفقة وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي بعنوان فريق جبهة التحرير الوطني سفير القضية الوطنية وتشريف الألوان، أبرز الدور الدبلوماسي والمساهمة الفعالة لفريق جبهة التحرير الوطني في التعريف بالقضية الوطنية بين الثورة التحريرية المجيدة. وبالمناسبة تم تكريم عدد من قدمي فريق جبهة التحرير الوطني. مريم بايش حضرت الفعاليات. لما كانت كرة القدم سفيرة الجزائر لتبليغ رسالتها السامية ألا وهي القضية الجزائرية، إبان الثورة التحريرية وإسماع صوتها في المحافل الدولية عبر فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم وعلى ميادين ملاعب العالم، وجب التنويه والعرفان. هادو الرجال العظماء اللي كانوا سفراء للقضية الجزائرية، اللي كانوا جنود، اللي تركوا كل الإغراءات. لما واحد من أعضاء فريق كرة القدم يقول باللي قالوا لنا باللي انتم الآن ما صبحتوش رياضيين، صبحتوا سفراء، صبحتوا جنود، جنود الكلمة، يقول الذات نتاعك صبحت قنبلة تدون في الخارج. هم رياضيون استبدلوا بدلاتهم الرياضية ببدلات عسكرية لجيش التحرير الوطني، وفضلوا التضحية من أجل الوطن عن شهرة الملاعب. رسالة لنوجهها للاعبين، خاصة للاعبين النخبة منتخبات الوطنية، أن يدرسوا تاريخ الرياضة الجزائرية وخاصة تاريخ فريق جبهة التحرير اللي يعني ضحى بالنفس والنفس وضحى بالجاه والمال وحتى بالشهرة. اللاعبين ذو مستوى عالي لأني رفضوا حتى أحسن أندية في العالم. كل مقابلة لو كان ما يكونش النشيد الوطني ورفع الإعلام ما نلعبوش. كان في ناس، أنا أحد كبير هو باسكال بونيفاس، يقول ليكيب ناسيونال دو فوتبول دو اف ال ان ايتي لو بريكورسور دو لا نيسونس دو ناسيون. هذه الشهادات هي رسالة أمل لرفع التحدي والرقي بالوطن. شاركت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة زهرة زروات بالقاهرة في أشغال الدورة 31 لمجلس وزراء البيئة العرب،
الدورة تمحورت حول التحديات البيئية في المنطقة العربية، حيث أكدت زرواطي في مداخلتها على ضرورة توحيد الجهود والعمل التعاوني العربي لدعم الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة وتبادل التجارب في مجال تسيير النفايات بمختلف أنواعها. تشارك وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات والرقم الأيمن هدى فرعون غدا وبعد غد بشرم الشيخ المصرية في الدورة العادية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الافريقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الدورة التي سيشارك فيها الوزراء المكلفون بالاتصال وتكنولوجيات الإعلام والبث الإذاعي وكذا المؤسسات المتخصصة في القطاع الخاص ووسائل الإعلام للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي تهدف أساسا إلى دراسة واعتماد استراتيجية شاملة للتحول الرقمي لإفريقيا ما بين 2020 و2030، وذلك وفقا للتطلعات الواردة في جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 وجدول أعمال الأمم المتحدة لسنة 2030 للتنمية المستدامة. أما الآن الموعد الاقتصادي مع سمية علوي بعد الفاصل. أهلا بكم. شارك اليوم وزير التجارة سعيد جلاب في مراسم افتتاح أشغال الاجتماع الأول لوزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحرة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبيبا. اللقاء جاء بعد سلسلة مفاوضات تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وفي هذا الصدد أكد وزير التجارة أن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحرة الإفريقية يؤكد عزمها على تحرير التجارة الإفريقية من كافة العراقيل الميدانية والعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين بلدان القارة السمراء. وفي الصالون الدولي لموردي المنتوجات البترولية والغازية اكتشف زوار ولأول مرة اكتشفوا منتوجات جزائرية محلية الصنع كفيلة بالإجابة عن انشغالاتهم بخصوص ظروف الاستيراد لبعض المنتوجات، يقول ربح مداوي. عددهم زاد عن 8000 زائر مهني في اليوم الأخير لهذه الطبعة التي تركت انطباعا جيدا وثقة في المؤسسة الجزائرية وسط المتعاملين، كونها حملت الجديد للعديد منهم لسلع ومنتجات كان استيرادها يكلف الكثير. الطبعة هذه مولفين نشوفوها إنيكمون في سور لي انستالاسيون دو دومين بترولي يعني سور لي بوي، يعني اول مره نشوفوها في المعرض. وزيد الاخ كونفيرما باللي تصنع محليا، تصنع محليا فابريكاسيون لوكال الوغ كو دابيتود يعني احنا موالفين باللي باش تشري البومبا كيما هذه لازم تسناي كوموند يجيك من الامريكان. احنا نعطيهم ضمانات، احنا نقول له شوف ارواح اديها وجربها لا عجبتك شريها. اقل من 4 ما نقولكش سلمي اقل. نحتاجو دي بروتوتيب دو فورماسيون في لا فورماسيون تاعنا، بروتوتيب لاباراي دو فوراج انسي دو سويت. وكي كان لاتولي يعني قلت له باش نديرو لا كوموند باش يدير لنا بروتوتيب سولمون بور لا فورماسيون. انا اللي جابني هنا الاضاءه العموميه بصفه عامه خصوصا الانرجي رينوفاب. Quelques contrats, oui, et quelques commandes qui étaient déjà en cours, sachant qu'on a quand même, pour l'instant, certains projets vraiment de grandes envergures en cours de commandes, tels que tout ce qui est péage et tout ça, les stations de péage au niveau de l'Algérie. Et on a fait quand même tous les tramways de l'Algérie. Quand on a fait des bons commandes, des contacts, soit à court terme, soit à long terme, dans un salon, on peut toujours... une personne qui peut changer la vie d'une société, c'est ça un peu les rencontres, que ce soit au niveau national ou international. Dans un salon, on peut trouver un contact qui peut vous faire un bon de commande dans une année, dans une semaine. Aujourd'hui, tout dépend de ses besoins, mais le plus important, c'est d'avoir le bon contact. صفقات مبرمة وأخرى في الأفق في فضاء اقتصادي متميز تمنى البعض لو أخذ متسعا من الوقت. المدة قصيرة جدا، يعني 3 أيام كل يوم جديد لك. أنا سمعتها مثلا أول البارح ولا سمعتها، راني جاي من أضرار 1100 كيلو، أنا نهار.
لأن إشارة نجاح الطبعات الثامنة لهذا الصالون الدولي الخاص بموارد المنتوجات البترولية والغازية هو من حسن تنظيمه، وهذا ما أقر به الجميع. ارتفع سعر برميل النفط بالنسبة للعقود الأجلة لخام القياس العالمي برانت بمقدار 0.74% إلى 61 دولارا فاصل 62 للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفع بمقدار 0.55% إلى 56 دولارا فاصل 28 للبرميل. هذا ومن جهته عرف سعر خام صحاري الجزائر عرف استقرارا عند سعر 60 دولارا فاصل 12 سنتا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد عرفت في الأيام الماضية توجها نحو الانخفاض عقب توقعات تفيد بارتفاع المخزونات الأمريكية في ظرف تتهيأ فيه دول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك إلى تخفيض إنتاجها. هبطت اليوم عقود الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى ما يفوق 1488 دولارا للأوقية. تراجع الذهب يعزوه الملاحظون إلى الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدا، ويرى المختصون أن هناك ما يكفي من الأزمات الجيوسياسية للإبقاء على دعم الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وهذه الآن أسعار الصرف، صرف الدينار الجزائري مقابل سلة من العملات الأجنبية. انخفضت نسبة التضخم بالجزائر خلال هذا العام إلى 2.4% على أساس سنوي إلى غاية سبتمبر 2019، حيث بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي في الجزائر نسبة 2.4% إلى غاية سبتمبر الماضي. هذا الرقم يمثل متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لاثنتي عشر شهرا اعتبارا من أكتوبر 2018 إلى غاية سبتمبر 2019. أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك فقد بلغ أزيد من 1.2% شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أوت المنصرم حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات. يذكر أن نسبة التضخم العام الماضي كانت قد بلغت 4.3%. وفي إطار تكثيف لقاءات الأعمال بين الجزائر وبولونيا، اجتمع اليوم رجال أعمال البلدين لبحث إمكانية الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري. اللقاء سمح للطرف الجزائري بالتعرف على طبيعة المؤسسات الرائدة في هذين المجالين ببولونيا لعقد شراكات تتلائم والسوق الجزائرية. يذكر أن تطور حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وبولونيا بلغ في السنوات الأخيرة ما يفوق 80%. نهاية الموعد الاقتصادي، عودة إليكما خالد وسهام. شكرا جزيلا لك سمية علوي. شكرا لك سمية. أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري من كمسان على الانطلاق الرسمي لحملة التشجيع، مبرزا أهمية هذا البرنامج الوطني للمحافظة على الأراضي الزراعية وكذا الحد من ظاهرة التصحر، وهذا بإشراك مختلف شرائح المجتمع. كما انطلقت بالمناسبة حملة الحرث والبدر. كامل يا حموم المزيد. بالمحيط الغابي لوادي القصب ببلدية بوحل ولاية تلمسان تكتسح أشجار الخروب هذه المنطقة التي كانت محل زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري الذي أشرف على الانطلاق الرسمي لحملة التشجير. نحن يعني في بداية يعني انطلاق الحملة الوطنية للتشجير، هذا إن شاء الله يوم عيد الوطني للشجرة 25 أكتوبر،
وسوف يكون إن شاء الله أول نوفمبر ثاني تكون فيها حملة كبيرة للتشجير بمناسبة احتفال باليوم الثورة تاعنا. في هذا الأساس كانت لي ثاني اطلاع على عملية تشجير في منطقة مغنية لتشجير مادة الخروب، وكان هناك يعني مستثمر لتعامل مع إدارة الغابات، وكانت السلطات المحلية يعني سهلت له هذا الإنجاز، وهذا يعتبر إنجاز رائد نشتغل عليه. وبهدف الرفع من قدرة تخزين الحبوب وتسهيل عملية جمعها، تدعمت بلدية عين تالود بمخزن جديد بطاقة استيعاب تقدر ب 300 ألف قنطار، وهذا ما يخلينا إن شاء الله نتفائلوا خير في تجميع المحصول، وهذا يكون في فائدة يعني المنتجين منتجين الحبوب، وإن شاء الله هذا تاسع يعني مخزون لنخزنوا فيه الحبوب على المستوى الوطني. أكثر من 27 مليون قنطار تم تجميعه يعني هذا كامل جهود تاع الفلاحين والدعم تاع الدولة. كما قام وزير الفلاحة بتدشين ملبنة جديدة ببلدية مغنية تنتج أزيد من 20 ألف لتر يوميا من الحليب. إحياء لليوم الوطني للشجرة تم بولاية تيزي وزوغرس ما لا يقل عن 1500 شجيرة بالمركز التقني لردم النفايات بواد فالي، وهذا من شركة كل من المجتمع المدني مع تلاميذ المدارس بغية ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، يقول الخضر كعوان. في إطار إعادة تشجير المساحات الغابية التي التهبتها ألسنة النيران بمعدل 4000 هكتار خلال الصائف الماضية بتيزي وزو، تم غرس أكثر من 1500 شجيرة بمركز تقني لردم النفايات. شجرة كاين مثلا ديون واهل أي مسناك وكال نتموس ماشي حاشا تيزي وزو، نختار أمكان كاين خاطر لاني مزداغ، لاني مزداغ تشتكين دفاليحة. وفرنا يعني كل الظروف وشروط باش هذه العملية تنجح على مستوى ولايتنا، خاصة أننا عرفنا حرائق هذه الصيفية اللي نقصت إذا من يعني الشجرة ومن الغابات بصفة عامة، ولذلك هذه العملية بالنسبة لنا عملية يعني مهمة تجعل إن شاء الله المحيط بصفة عامة يعني فيه نقاوة على مستوى الجو. عملية التشجير هذه تجسد لها تلاميذ وجمعيات من خلال تفعيل مبدأ ترسيخ ثقافة المحيط. خدمنا تجرى ياكي ايوا كان اثر فوق البركه ديال سن كارنت لوغ دو ليكسبلواتاسيون الريحه تاعي نديري دي تسنى غير باسكو الرومانغيس كونتيس دو كومبوس اغودو ياكي ديغاج ديغاج الريحه ياكي دونك الشجره ياكي هذا السن خصنت تجرى تحارب في الماط تكري الاكسجين تحارب يوكن وتشيخ على القاع. ضرورة ترسيخ ثقافة التشجير لدى المواطنين من خلال تفعيل التعاون بين الجمعيات والمؤسسات في هذا المجال يبقى مسعى الوزارة الوصية من خلال البرنامج الوطني للتشجير. أشرف اليوم والي العاصمة عبد الخالق سيودة على انطلاق حملة تشجير بالعاصمة. الحملة تدخل في إطار برنامج مسطر بالتنسيق مع محافظة الغابات، ويهدف إلى تأهيل الحدائق العمومية وإنشاء مساحات خضراء على مستوى الأحياء السكنية والمؤسسات التربوية. الرسالة اللي نوجهها خاصة للتلاميذ لأنه شركناهم معنا اليوم في غرس هذه السجيرات لتوجيه رسالة وغرس ثقافة الإخضرار. الجزائر العاصمة مناخها لها مناخ يساعد على غرس الأشجار. احنا عندنا برنامج كبير سطرناه مع محافظة الغابات ومع المؤسسات المعنية بالتسجيل على مستوى العاصمة. هذا البرنامج يمتد إلى غاية نهاية مارس من أجل غرس كل المساحات اللي توفر عليها واللي هي صالحة لغرس الأشجار. في إطار محاربة الجريمة المنظمة وقفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالبليدة تجارة مخدرات على متن مركبة سياحية محملة ب 6960 قرصا مهلوسا، فيما وقف عناصر البرك الوطني مهربا بحوزته 800 وحدة من المواد شبه الصيدلانية ببشار. ومن جهة أخرى أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص كانوا على متن قرب تقليدي صنع بالغزوات، في حين أوقف حرس الحدود ستة مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بتلمسان. في توقعات أحوال الطقس
الطقس تشهد عدة ولايات بشرقي الوطن سقوط أمطار اعتبارا من ظهيرة يوم غد حسب نشرية جوية خاصة للدون الوطني للأرصاد الجوية. وستمس هذه النشرية ولايات جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، بجاية، سطيف، ميلا، قسنطينة، قالما وسقهراس، والله أعلم. ونختم بالرياضة، حيث اختتمت البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس والتي احتضنتها المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، والتي جرت في ظروف تنظيمية محكمة. تقول دنيا حجاب. نهائي البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس نشطه فريق الأكاديمية العسكرية للشرشال باللباس البرتقالي وفريق المدرسة العليا الوطنية للصحة العسكرية بعين النعجة. مستوى جد متقارب بين الفريقين نقطة بنقطة في كل شوط من الجهتين، لكن خبرة عناصر الأكاديمية العسكرية لشرشال جعلتهم يفوزون بالأشواط الثلاث مقابل صفر، لتعود المرتبة الثالثة لفريق المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري. المنافسة قوية، وتم بفضل الله وحمده وبفضل عزيمة الفريق الفوز بالبطولة والتتويج بالكأس. حفل الاختتام سلمت فيه الميداليات والكؤوس والشهادات على الفرق الفائزة بالمراتب الثلاثة الأولى تحت إشراف السيد العقيد جلول مساوي المدير العام للمدرسة الوطنية التحريرية لدراسات مهندس، والذي نوه في كلمته الختامية على المجهودات المبذولة وروح الانضباط العالية التي تحلت بها مختلف الوفود المشاركة. فهنيئا للفرق المتحصلة على المراتب الأولى في هذه البطولة، والذين أثبتوا جدارتهم، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للفرق الأخرى في المنافسات القادمة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة. ويبقى الهدف من تنظيم مثل هذه المنافسات هو الرفع من مستوى الرياضيين في هذا النوع من الرياضة داخل المسار العسكري. بقي أن نذكركم بأبرز العناوين. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الأولى روسيا إفريقيا، ويؤكد أن القمة نقطة انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين، ويدعو إلى ضرورة إشراك الاتحاد الإفريقي في كل الشراكات والمبادرات. الفريق أحمد قايد صافي يسلم كأس الجزائر العسكرية 47 لكرة القدم لفريق قيادة الدرك الوطني بعد فوزه على فريق الناحية العسكرية الأولى، وتأكيد على الدعم الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للرياضة العسكرية. الوزير الأول نوردين بدوي يسدي تعليمات صارمة لاستكمال البرنامج الاستراتيجي للرقمنة، ويؤكد على ضرورة التقيد بالمعايير الدولية ومكافحة الصيد المكثف والعشوائي خلال ترأسه أمس اجتماعا للحكومة. مدير عام مجمع الشروق الإعلامي علي فضيل في ذمة الله، ومسؤولون سامون في الدولة يشيدون بمساره الحافل في سبيل الرقي بالرسالة الإعلامية والخدمة العمومية في الجزائر. الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات، وتعمل جاهدة قصد الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتفض عن حق مطالبا بالحياة الكريمة، أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن. باسم رئيس الدولة، وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي يترأس الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، ويشرف على تنصيب رئيس محكمة التنازع. تقبلوا تحيات فريق الخدمة، إلى اللقاء.
تبقى عن عيوننا الإلكترونية في الخدمة. إلى اللقاء.